صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المسلمين في إحدى الدول الكافرة يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة فاستأجروا مرقصا. يقول أحسن الله عليكم: بعض المسلمين في إحدى الدول الكافرة يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة فاستأجروا مرقصا يؤدون فيه صلاة الجمعة بمبلغ يدفعونه، مع العلم بأن هذا المرقص يعمل طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة يفرغ لهم، وبعد ذلك يعود العمل فيه كما كان. إذا لم يجدوا غيره، إذا لم يجدوا غيره والمرقص طاهر ولا فيه صور ولا فيه شيء من شعارات الكفار، فلا بأس للحاجة. نعم.